الى 300 عمليه تخريبيه، 300 عمليه تخريبيه في المرحله في الشهر 300. مين بقى في الجهد الفائق؟ عمليه لما تضرب برد في الجهد الفائق انت بتضرب يعني في المصدر الرئيسي والجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض. تخطيط شيطاني طبعا احنا ما بنستحقين وبنصلح، ولكن انتوا متخيلين اما واحد بينزل برج للجهد الفائق عشان يشلنا كمان. طبعا هناك الجهاز الامني توصل الى بعض العصابات منعدم الضمير وهيتحاسبوا بنقلص العقوبه في تشريع تقليص العقوبه، ولكن في الاول وفي الاخر ده اثر على تقريبا من 10-15% اللي انت تصلح واحد يقع واحد. الموضوع الثالث ندرد الغاز. احنا كنا بنصدر غاز وبالتالي اكثر محطاتنا محطات غازيه.